من سيء إلى أسوأ تتجه المنظومة الصحية في مدينة تعز وريفها. فبعد أن أخذت المعاناة أشكالاً وأنماطاً مختلفة جراء المعارك الدائرة والحصار المفروض، أخذت الصرخات والاستغاثات مرحلة تصعيدية من الخطر والتحذير. أكبر مستشفيات المدينة مهدد بالإغلاق. مستشفى الثورة العام الذي يعمل بكل إمكاناته المتاحة ويقدم خدماته المجانية لجميع المرضى والجرحى صار فاقداً القدرة على مواصلة العمل. ليست المرة الأولى التي يعلن المستشفى وصوله إلى مرحلة من التوقف، ولن تكون الأخيرة ربما بالنظر إلى تضاعف المعاناة وطول أمد الحرب وشح الإمدادات المفترضة. تتفاقم الحالة الصحية فلا تتوقف الهيئات والفرق الطبية عن التنديد بالخطورة المترتبة عن توقف العمل على خلفية المشاكل والصعوبات التي تواجهها والتي عجزت عن توفير حلول لها حتى الآن، بالرغم من مطالبة الحكومة والمنظمات الإنسانية بالتدخل والإنقاذ. لا يقتصر الأمر على مستشفى الثورة فحسب، بل حتى باقي المستشفيات العاملة. اطالت الأزمة جميع أنواع الأدوات الطبية بما فيها الإبر والمحاقن والأدوية ومعدات غرفة العمليات، ما جعل النظام الصحي في تعز شبه منهار. ففقدان القدرة على توفير طلبات المرضى بعد أن تعطلت المعدات وتوقفت الإمدادات الطبية وانعدام الدواء ضاعف من مخاوف السكان القابعين في جوف الحرب. تدهور المنظومة الصحية لا يقتصر على المعدات والكادر الطبي والمخصصات المالية المتوقفة وحسب، فبعض المستشفيات والأقسام أغلقت والبعض خالية على عروشها. وفي تعز حيث تسير الرؤوس على حافة قلقها كلما تسربت من ثقوب خوفها قذيفة هاون أو رصاصة قناص، تبدو الحياة ثقبا أسودا لا يجد الناس فيها ما يطفئ ألم الموت بعد أن قطعت الحرب أوصال المدينة وأغلقت أمامهم أبواب الحياة.